Good morning! اليوم بدنا نصور كيف نعمل جينواز. للجينواز بدنا بس بيض، سكر، طحين وفانيليا. للبيض دايما مكسرهم بقلب كاسة، إذا طلع لي بيضة مش منيحة أو قشرة بيض أقدر شيلها، مش تنزعلي كل الخليط. بدنا 8 بيض، بس أنا اليوم رح أعمل دو بوسون، يعني رح أحط 16 بيض، كل شيء اسمه جاتو بيرث دايز بنستعمل هيدي الروسيت، روسيت الجينواز. فحطيت 8 بيض، رح أحط هلا فوقهم كباية سكر، كبايتين طحين. بس أهم شيء بهذا الجاتو خف البيض، حتى يتكتل يتكتل، برجع بنزل السكر عليه شوي شوي، هلا بتشوفوا كيف. فانيليا بنسكرها وبندورها. ضليتني اخفق حتى تكاتر حجمهم. هيدي الماشين اخذت معي شي 3 دقائق، اذا كانت الماشين ضعيفه بتاخذ معنا شي ربع ساعه. بس يتكاتر حجمهم بلش نزل السكر. لاحظتوا كيف صار البيض والسكر؟ تكاتر وصار لونهم ابيض. هلا بدي زيد عليهم طحين، الطحين ما لازم ينخفق كثير لانه بيروح كل الهواء اللي فوتناه هلا نحن بعمليه الخفق. رح فضيها بيجات اكبر لاقدر احط الطحين فيها. لثمان بيضات بدي كبايتين طحين، بس انا عم بعمل 16 بيضه، رح احط 4. بس كيف بحط طحين؟ شوي 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 وببرم، شوي وببرم، لانه ما بدي ابدا ابدا الهواء يطلع من الجاتو. دائما نحن عم نعمل جاتو بننخل الطحين قبل ما نحطه. اذا بتعرفوا ليه حطوا لي اياها بالكومنت. شوفوا كيف بيطلع الجاتو. دهنت الصواني تواليفهم طحين. إذا ما عندنا طحينة بندهنها زبدة وبنرش عليهم طحين وبنفضي طحين. هلا بدي أحط البيكنج شيت. بقلم بعلم الصينية قد ايه كبرت. قصها على زيح. هيك صار عندي بيكنج شيت على قد الصينية، اوكي؟ رح ادلق المزيج حتى يصير عندي نص الصينية. أنا بحضر الجاتو ولعت الفرن على حرارة 180 درجة. بحطهم بالنص. عم يركن 45 دقيقة. وهلا رح أعمل الباتر كريم. الباتر كريم بوعدكم بروسات تانية رح اعمل لكم اياها. خلص الجاتو 45 دقيقة هالقد بالفرن. شو بعمل؟ بدي اتركه، هلا تركته يبرد تقريبا شي 10 دقائق. شفتوا ولا اهين من هيك شيء. بشيل الورقة. شفتوا شو حلو؟ برجع بحطه هون حتى يبرد مظبوط. شوفوا شو سبونجي. جميل.